اللي بتشاركون في دوري الدرجه الاولى، الانديه الاربعه اللي في الدرجه الاسفل، النظام اللي عندي موجود اليوم في الاتحاد السعودي يجعلكم الانديه الاربعه الاوائل في دوري السعودي للمحترفين، والانديه اللي هابطه من الدوري السعودي للمحترفين بتهبط للدوري الدرجه الاولى. ليش نخترع اشياء جديده؟ ليش نجيب اشياء ما هي موجوده عندي في اللوائح؟ طيب لحظه، اذا اللائحه اليوم انا عندي تنصف الانديه اللي في الدرجه الاقل. بندر في شيء معين الحين اقوله لك، في شيء معين يوم من الايام احنا عايشناه كلنا، مباريات وش بالدوري وش طريقته بين كل الفرق، ذهاب واياب ولا لا؟ صحيح. جت مباراه التعاون والنصر بالاخير وشيلت من القصيم للرياض، نقلت للرياض، صحيح. هل هذا في نظام؟ بس كانت تتويج للنصر. ما خالف، احنا الان ترى انا ما انا ضد النصر ولا ضد، انا اتكلم عن اتحاد، انا اتكلم عشان تكتب المعلومه بريان. شوف اي، علشان انا اتكلم عن اتحادات. طب ليش نقلت؟ تتخذ قرارات بعض الاحيان. ممتاز، يعني انت معترض على نقلها. ليش نقلت؟ اسمح لي، اسمح لي، لا انت لا انا معترض على ان اذا لا انا خالف ما يعني مباراه نهائيه ولا. طيب انت بريان، انت ما تبغى اللائحه تطبق الان يا بريان؟ الا لا بس طيب انا اتكلم فيها، انا اتكلم ليش اتكلم؟ انت ما تبغى اللائحه تطبق، احنا نتكلم اللائحه تطبق. تحوير اللوائح موجود من زمان بريان، بس انت اليوم قاعد تطالب يا ابو ليان، بريان انه قاعد تقول انه في السابق ما كانت في لوائح، انت ما تبغى اللوائح تطبق اليوم؟ لا هو يقول لك كان في لوائح، خلاص السابق راح ما نقدر نرجع، خلونا نمشي بالشيء اللي موجود اليوم. هو يقول لك اصبح شيء طبيعي، شيء طبيعي. لا احنا ما نبغى طبيعي، شيء طبيعي اليوم، صحيح. احنا في لوائح، يعني التلون في التطبيق موجود، صراحه موجود، هذا موجود ولا تغير. التلون موجود 100%. هو بيقول لك انه هذا شيء طبيعي، الاتحاد السعودي يسوي اللي يبغى يسوي، ساعدني وانتم ما لكم شغل. بالضبط، ابو ضفاف قبل شوي كذا يسال.